برلين التزامات لم تترجم على أرض الواقع في ليبيا. تخوف من تمدد خطر الأزمة الليبية إلى المستوى الإقليمي والدولي. روسيا تنفي أن يكون لها أجندة خفية في ليبيا. ردود فعل شاجبة على صفقة القرن وإسرائيل تقتحم المسجد الأقصى فجراً. هل استأنف العراق العمليات مع التحالف ضد داعش؟ مشاهدينا، من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا وسهلا بكم. الواضح من المشهد السياسي أن التحرك الدبلوماسي ينشط لمنع صدام إقليمي في ليبيا، فمن مؤتمر برلين مرورا بالقمة الإفريقية ووصولا إلى جنيف المتعثرة، يرتفع منسوب التوتر الأمني والخروقات مع تكثيف اللقاءات والاجتماعات الإقليمية والدولية. تأتي قمة برازافيل لتؤكد المشهدية هذه في ظل المواقف التي أطلقت من خلالها. دعا رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد الاتحاد الإفريقي إلى الاضطلاع بدور محوري في حل الأزمة الليبية، معتبرا أن من غير المعقول تهميش إفريقيا في ملف يخص دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي. جراد وخلال القمة الثامنة للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي حضنتها العاصمة الكونغولية برازافيل، شدد على أن الأوضاع الأمنية متفاقمة في هذا البلد الشقيق والاحتمالات المتزايدة لانتقال تداعياتها إلى دول المنطقة مثيرة للقلق، وأكد أن الجزائر لن تدخر أي جهد لدعم مساعي لجنة الاتحاد الإفريقي إلى جانب الأمم المتحدة من أجل حمل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي على المساهمة في تسوية الأزمة ومرافقة الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول توافقية تسمح بعودة السلم والأمن والاستقرار بشكل نهائي لهذا البلد المجاور، لافتا إلى أن المشهد الليبي شديد التعقيد بسبب التدخلات الأجنبية، وشدد على أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء وتتوخى أقصى درجات الحياد وتدعم شرعية المؤسسات المعترف بها دولية. أما وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوغادوم فقال إن الجزائر ستواصل الاطلاع بدور محرك في تسوية الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن، ولفت بوغادوم إلى أن الجزائر في إطار جهودها الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية أعادت تفعيل العديد من الآليات، لا سيما آليات البلدان المجاورة لليبيا. في هذا الإطار، حذرت موريتانيا من تمدد خطر الأزمة الليبية إلى المستوى الإقليمي والدولي. من جهة أخرى، أعلنت الجزائر عن تفعيل آلياتها لحل الأزمة في ليبيا، فيما شرحت تونس أسباب تعقيد المشهد الليبي. توصلت قمة الكونغو في اختتام اجتماع لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي إلى خريطة طريق حول إقامة حوار بين الليبيين كشرط مسبق لكل مسار انتخابي في البلاد، ستحال للمصادقة عليها في الدورة 33 لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما عرضت الجزائر تنظيم منتدى المصالحة الوطنية لتقريب وجهات النظر. وبخصوص تواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا، أدانت اللجنة عدم احترام الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين، وجددت دعوتها لكل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، لا سيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة. الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني حذر من تمدد خطر الأزمة الليبية إلى المستوى الإقليمي والدولي ما لم يتم وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي، مطالبا الاتحاد الإفريقي بالقيام بدوره في هذا المجال، ودعا إلى أن تكون إفريقيا طرفا أساسيا في الحل في ليبيا. كما أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوغادوم تفعيل بلاده عدة آليات ترمي إلى حل الأزمة في البلاد، مؤكدا أن التسوية لا يمكن أن تكون إلا سياسية ومن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية. فيما أكدت تونس أن استمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وتكرار خلق الحظر الدولي المفروض على السلاح زاد في تعقيد المشهد وأدى لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية.
أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن قلق بلاده إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا ضرورة وقف تغذية النزاع الليبي من قبل اللاعبين الخارجيين المتنافسين. ليبيا المقسمة سياسيا والمضطربة عسكريا بات جليا فيها احتدام السعي الروسي للعب الدور الأكبر في تشكيل صورة ليبيا الجديدة على أمل استعادة بعض مكانتها السابقة. روسيا قلقة إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا. أعرب عن ذلك المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاليسي نازينيا، وأكد ضرورة وقف تغذية الصراع من قبل اللاعبين الخارجين المتنافسين، وشدد على ضرورة أن انتشار الأسلحة يزعزع استقرار الوضع الأمني في ليبيا وفي منطقة الساحل والصحراء. جاءت كلمة نيبانيزيا في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت الليلة الماضية لمناقشة مسودة قرار قدمه مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال المندوب الروسي أن ليبيا تقف على شفا الكارثة، موضحا أن ذلك لا يقتصر على الفترة من إبريل الماضي وحتى الآن، ولكن منذ العام 2011 عندما تم تدمير الدولة الليبية. المندوب الروسي أكد أن بلاده تؤمن بأن على الليبيين أنفسهم تقرير مصير بلادهم، وليس لديها أجندة خفية في النزاع الليبي، لافتا إلى أنها تحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية، كما أنها ترسل باستمرار إشارات حول الحاجة إلى التخلي عن أساليب القوة وأهمية تضافر الجهود من جميع اللاعبين الليبيين الجادين لاستعادة مبكرة للدولة والمؤسسات الوطنية. الالتزامات المعلنة في مؤتمر برلين من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية لم تترجم أفعالا على أرض واقع ليبيا، فوقف إطلاق النار لا زال هشا والتدخلات الخارجية مستمرة. لم يسجل مسار الأزمة الليبية بعد انعقاد مؤتمر برلين في 19 يناير الجاري جديد، فعلى الرغم من إعلان المشاركين في المؤتمر الالتزام بوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الهدنة الهشة باتت مهددة الآن بسبب استمرار بعض الدول بالتدخل بالشأن الليبي وفق ما رصدت البعثة الأممية إلى ليبيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ضمن السعي لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا دون إزاحة غموض الموقف الأمريكي منذ مكالمة ترامب والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إبريل الماضي. وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإفشال جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية. على الصعيد الميداني لم تتوقف خروقات الهدنة يوما منذ إعلان بدء سريانها، وقالت الأمم المتحدة إن الهدنة مهددة الآن بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل بعض الدول، ومن بينها دول شاركت في مؤتمر برلين. يبقى القول إن سقف أمال الحل هو في حالة انخفاض لدى الليبيين الذين يدفعون فاتورة حرب لا يعلمون لها أجل، وفي تفاصيلها 90,000 طفل نازح بسبب العنف حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة التي وصفت وضع الأطفال في ليبيا بأنهم يعيشون ظروفا خطيرة، وهو ما يدفع للتساؤل حول الطرف المستفيد من استمرار هذا الصراع الداخلي وتداعياته الإقليمية والدولية. انضم إلينا منبرنا الخبير في القانون الدولي محمد صالح جبريل اللافي. أهلا وسهلا بك سيد اللافي. مبدئيا دعنا نتحدث عن من اليوم يغذي الصراع في ليبيا، أو من اليوم المسبب في استمرار هذا الصراع وحظر واختراق حظر الأسلحة في ليبيا؟ هم الأطراف المتنازعة الليبية أم الدول التي تغذي هذا الصراع؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا محمد. تحية طيبة لك سيدي، تحية لقناة دبليو تي في والسادة المشاهدين. دعنا نتحدث بواقعية يعني ليبيا بدخولها لتحاليل الامن والقرارات التي اتخذت من سنه 2011 حتى 2020، يعني نحن نتحدث عن قرابه 160 قرار من مجلس الامن. كل هذه القرارات التي تم اصدارها من قبل مجلس الامن لم يرعى فيها الحياه المعيشيه للمواطن الليبي، بل كانت بالعكس، كانت هذه القرارات تمس سياده الدوله الليبيه ابتداء من قرار 1977 من مما لحق هذه القرارات من تجميد لاموال الشعب الليبي، واخيرا حتى وصل القرار الحاسم وهو بقرار مجلس الامن 2259 الذي مكن السيد فايز السراج
بشكل غير قانوني وغير توافقي رؤساء الشعب الليبي من التمثل خلف المنظومه الماديه والتحوالي وتعميل الشعب. نعم، ولكن اليوم السراج هو المعترف به دوليا، يعني وهو نعم. الذي يمثل صوره ليبيا بشكل او باخر، يعني دعنا نقول ولو حتى كان متفق عليه عند جزء معين من الشعب الليبي وليس عند الشعب الليبي بشكل كامل. دعني اضع مليوخ خط تحت كلمه معترف به دوليا، يعني الدول التي لديها مصالح في ليبيا والتي تحاول الحصول على اكثر مكاسب. السياسه الدوليه لا تعتمد على العواطف والشعارات الرنانه، بل السياسه الدوليه معتمده على النظم الاقتصاديه لهذه الدول ومصلحه هذه الدول في تحقيق مصالحها من خلال الدوله. تحدثت عن نظم سيد اللافي، لماذا القانون الدولي اليوم او المجتمعات الدوليه اليوم او المجتمع الدولي، دعنا نخصص بالتحديد، عندما يضع بنود لها علاقه بليبيا ولها علاقه بضبط النزاع في ليبيا والصراع في ليبيا لم ينفذ هذه البنود، ومنها البنود التي خرج بها في مؤتمر برلين؟ يعني كان هناك عدة بنود من المفترض أن يطبقها المجتمع الدولي ولم يطبقها إلى غاية الآن، واليوم يضع اللوم على الأطراف الليبية المتصارعة منذ 9 أشهر. أنا أتحدث من داخل ليبيا، والمدينة كانت مختصرة من قبل الجماعات الإرهابية، من تنظيم القاعدة لتنظيم داعش إلى تنظيم القاعدة إلى أنصار الشريعة، من مدن كانت قابعة تحت هذه التنظيمات. لم نشاهد مؤتمرات دولية تتحدث عن مدينة درنة أو مدينة بنغازي أو تنظيم داعش الذي قطع رؤوس حتى المصريين والأثيوبيين العمال الأفارقة الذين قتلوا في مدينة سرب. لم تتحرك الكونفدرالية الأفريقية وتستنكر هذا العمل وتدعو إلى اجتماع إفريقي، ولكن عندما تعلق الأمر بتحرير العاصمة طرابلس والقضاء على شخص وانهاء سلطته التي هي تحقق لهم مصالحهم الدوليه، بدا المجتمع الدولي يتحدث. نحن نتحدث في ليبيا عن مواطن ليبي بسيط كادح. طيب، لا يستطيع الحصول على انت تتحدث من ليبيا سيد اللافي، ونحن اليوم نتحدث عن ليبيا وعلى الوضع المتأزم في ليبيا منذ عده اشهر. طيب، برايك اليوم سيد اللافي كخبير في القانون الدولي، ما هو الحل في ليبيا؟ هل هو انسحاب احد اطراف النزاع اليوم ام توافقه مع الطرف الاخر؟ الحل في ليبيا، المجتمع الدولي لا يحترف الا بالاقوياء، عندما تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي القياده العامه على مراكز القوى في العاصمه الليبيه طرابلس، فتشاهد هذه الدول، يعني انت بس بقراءه لقرار 1970 ستلاحظ ان مجلس الامن حتى في التسميات كان يتحدث ان النظام الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الاشتراكيه العربيه كان يتحدث وكان نظام قذافي موجود، وعندما بدأت الدفة تتحول من نظام القذافي وبدأ يفقد السلطة غير قرار 1970 وبدأ يتحدث أن الدولة الليبية وأن الشعب الليبي وأن محمد القذافي الذي قتل المدنيين وصدر هذا القرار. الواجهة الدولية وهذه القرارات الدولية، إذا برأيك أن الواجهة المعطيات القوة ومعطيات العتاد المسلح الموجود في ليبيا، وترى بأن من المفترض أن تعترف أو أن من المفترض أن تتحدث باسم ليبيا عن طريق الجيش الوطني بقياده المشير خليفه حفظه. شكرا لك من درنا الخبير في القانون الدولي محمد صالح جبريل اللافي، كنت معنا. الوضع الليبي الذي يشغل اوروبا يقلق دولها من تهديد ارهابي وهجره غير شرعيه. ستشتعل حرب دمويه لا يمكن السماح بها في حال دخلت قوات القياده العامه الى العاصمه الليبيه طرابلس. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مشيرا لأن بلاده لا تشجع أي طرف ضد الآخر في النزاع المسلح الحالي في ليبيا، وأضاف أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة إيطاليا الوطنية وأن ليبيا بلد مهم للغاية فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي ومشكلة الهجرة وقضية الطاقة. وفي سياق متصل أعلن دي مايو أن غياب الولايات المتحدة عن الساحة الليبية سمح للآخرين بملء هذا الفراغ، مطالبا الولايات المتحدة بلعب دور في دعوة الدول التي لها تأثير على طرفي الصراع الليبي إلى تحمل مسؤولياتها. وخلال إحاطة للجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب عن نتائج مؤتمر برلين الدولي، أعلن أن القوات الإيطالية لن تقاتل أحد طرفي النزاع في ليبيا، مؤكدا بأنهم لن يرسلوا جيشا إلى ليبيا للقتال ضد أحد الجانبين، مشددا على أن التزامهم العسكري يركز دوما على السلام.
بقيت الدعوات المحلية والدولية من دول ومنظمات إلى استئناف تصدير النفط الليبي دون صدى ولا نتائج ملموسة، مما يهدد الاقتصاد الليبي برمته وينعكس سلبا على حياة الليبيين. لم تفلح ردود الفعل الدولية المطالبة بالاستئناف الفوري لعمليات مؤسسة النفط، ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط إلى 270 ألف برميل يوميا منذ 18 من يناير الحالي. ومع تفاقم الخسائر وعدم الاستجابة لهذه الدعوات، كانت زيارة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنعلة ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير إلى لندن، حيث خطبا الرأي العام الدولي عبر مراكز بحثية ووسائل إعلام عالمية. صنعالله حذر من أن السماح بالقيام بأنشطة غير قانونية مثل وقف إنتاج النفط الليبي يعتبر سابقة أولى من نوعها، وتساءل كيف سيرد المجتمع الدولي على إخفال النفط. من المهم جدا ألا تتم مكافأة هذا السلوك غير القانوني. أما الكبير وخلال مقابلة مع وكالة رويترز في لندن فقال النفط يمثل 93 إلى 95% من إجمالي الإيرادات ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق. هذه رصاصة في الرأس ستؤذي ليبيا والشعب الليبي. وفي ذات السياق جاءت تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني أندرو موريسون التي دعا فيها إلى ضرورة رفع حصار النفط شرق ليبيا، وأشار إلى تضرر الشعب والاقتصاد الليبي من هذا الأمر، منوها بأن مؤسسة النفط هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المكلفة بإدارة النفط في ليبيا حسب بيان وزارة الخارجية البريطانية. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فعبر عن بالغ قلقه من إغلاق حقول ومانئ النفط في ليبيا، فيما حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من عواقب وخيمة على الشعب الليبي من هذه التصرفات. ومن بنغازي ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور علي الصلح. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني منذ بعض الوقت أهلا بك منذ بعض الوقت دعت المؤسسة الوطنية للنفط الجهات المسؤولة عن الإقفالات غير القانونية لمنشآتها إلى إنهائها فورا، وأعلنت عن إجمالي الخسائر منذ بداية الإقفالات أنه وصل إلى 622 مليونا و80 ألفا. كيف تقرأ هذا الرقم تحديدا، وما هي تداعيات هذا الرقم على الاقتصاد الليبي بشكل عام؟ سيدي، النفط في ليبيا هو المصدر الوحيد لنمو الناتج المحلي، ويشكل حوالي أكثر من 90% من ذلك النمو، وأنه هو المصدر الوحيد للنفقات وتمويل النفقات خلال الفترة السابقة في إقفال النفط هو عن طريق الدين المحلي. وارتفاع الدين المحلي في ليبيا أدى إلى زيادة العامة في الأسعار، وأدى أيضا إلى الركود الاقتصادي في ليبيا، وهناك أسباب ومشاكل عديدة منها السيولة أيضا. ولكن لابد من النظر أن هناك وظائف عديدة للنفط. الوظيفة الأولى الوظيفة الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي في مجمله، وهو وظيفة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهو عن طريق النفط، والوظيفة الثانية الوظيفة السياسية. وفي العادة السياسيين في ليبيا دائما خلال السنوات السابقة والعهد السابق يستخدمون في النفط الورقة في السلم وفي الحرب أيضا. فإن الحديث عن هذا الشق يلتزم في التحليل المنطقي لأسباب الإقفال والتحليل المنطقي للمشاكل الاقتصادية العديدة التي نشهدها في الاقتصاد الليبي. الاقتصاد الليبي الآن غير مستقر، هناك معدلات مرتفعة في الأسعار، هناك معدلات مرتفعة أيضا في البطالة، هناك مشاكل عديدة في ميزان المدفوعات، هناك انخفاض في الناتج المحلي. الأسباب حول ذلك والأقفال، ونجد أن الشعب المحيط في ذلك المنطقة مؤيد لذلك الأقفال بسبب عدم التوزيع العادل للنفقات وليس للثروات. نعم دكتور، العادل للنفقات. نعم. نعم دكتور. نعم. يعني اليوم على الرغم من كل الدعوات إلى استئناف تصدير النفط الليبي إلا أنها باءت بالفشل برأيك، هل يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا ولا يكتفي بالتصريحات الشاجبة لهذه الإقفالات، وكيف بإمكان هذا المجتمع الدولي فعلا أن ينهي هذا الإقفال الذي يعتبر كما وصفه البعض بالصابر؟ نعم. نحن دائما ننادي باستقلالية المؤسسات الاقتصادية، منها المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، وهذه الاستقلالية هي نتاج ونطاق متصل عن النداءات المستمرة الخارجية حول فتح البترول، لأن
فتح البترول سوف يؤدي لزيادة نمو الناتج وأيضا زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي التي هي الآن مساهمة في انخفاض بعض أنواع السلع والأسعار في ليبيا وبيع الماستر كارد والفيزا كارد. على كل حال هذا الشق يلزمني في الحديث عن الشق الرئيسي في ذلك حول المجتمع الدولي وجدية المجتمع الدولي في أن يعود الاستقرار والأمن والأمان إلى ليبيا. أنا أجد من خلال هذه التصريحات مثل التصريحات السابقة والتي تليها أن المجتمع الدولي ليس جاد في حل الأزمة الليبية في الوصول إلى حكومة مستقلة، في الوصول إلى حكومة وفاق وطنية، حكومة حقيقية وهي قادمة للشعب الليبي. فلذلك لو نجد أن بعض السفارات وبعض المسؤولين عن هذه الأزمة علما بأن ليبيا هي شركات مشاركة مع أوروبا وهي مسؤولة عن الطاقة في أوروبا وهي مصدر مهم للطاقة في أوروبا، فإن الحديث عن هذا الشق يعتبر صراع اقتصادي وليس سياسي، لأن الآن الأزمة التي نشاهدها هي أزمة اقتصادية دولية وحرب بالوكالة نقلت إلى ليبيا. فلابد عن الحديث أن هناك محاولة للضغط على الاقتصاد الليبي للقبول بالشركات الجديدة، للقبول بالتوزيع الجديد للمنطقة من حيث النظرة الاقتصادية وليست النظرة الجغرافية والاقتصادية. نعم، لقد وصلت الفكرة. دكتور علي الصلح الخبير الاقتصادي حدثنا مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتابع النشرة بعد فاصل قصير. وفيها إيطاليا تحتجز سفينة تقل 7000 شخص والسبب وباء كورونا. أهلا بكم من جديد. فيما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى فجر اليوم متسببة في إصابة 10 مصلين، توالت ردود الفعل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووصلت إلى أروقة الأمم المتحدة التي جددت رفضها شرعنة الاستيطان. لم تلقى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام تأييدا كبيرا في المحافل الدولية، فقد توالت ردود الفعل لتصل إلى أروقة الأمم المتحدة التي أعلنت عن التزامها بحل الدولتين على حدود 1967 مجددة رفضها شرعنة الاستيطان. وقال الناطق باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إن موقفنا لم يتغير، وبحسب قرار مجلس الأمن 2334 تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، ونحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. التزام الأمم المتحدة هذا لم يمنع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر من حظها على منع إسرائيل من ضم أراضي فلسطينية، معتبرا أن خطة الرئيس ترامب للسلام تنتهك القانون الدولي وتقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي حال تطبيقها ستقضي على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع. بدورها أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن قلقها من أن تؤدي الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط إلى مزيد من العنف، وأعلنت أن لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي المحتلة. يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة اليوم لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية غدا لبحث خطة السلام الأمريكية. لا تزال تداعيات أعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي مستمرة، حيث يرأس العراق غدا اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الخطة التي وصفت بصفقة القرن. وللغاية عينها يجتمع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الاثنين المقبل. الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين كان شدد على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي أنقرة وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة السلام الأمريكية بمشروع احتلال، مشددا على أن القدس خط أحمر وليست للبيع.
في غضون ذلك تستمر التظاهرات المنددة بخطة السلام الأمريكية في أكثر من بلد، وقد شارك عشرات المغاربة الليلة الماضية في وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء رافعين شعارات تصف مقترحات ترامب بالمخطط المشبوه. في المقابل تؤكد واشنطن في كل مناسبة على أن خطة السلام التي قدمها البيت الأبيض فرصة عمر للفلسطينيين، كما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مضيفا أنه على هؤلاء أن يبادروا لاقتناسها. ورأى بومبيو أن الخطة التي قدمها دونالد ترامب هي الأفضل، إذ توفر الأمن لإسرائيل والازدهار للفلسطينيين. من بيروت معنا الإعلامي والصحفي هيثم زعيتر، أهلا وسهلا بك سيد زعيتر. مبدئيا اليوم الرفض الدولي سواء كان أو حتى العربي، يعني هل هو رفض للتفاوض أم رفض للخطة بحد ذاتها؟ أولا هذا الرفض كيفما كان هو يأتي بعد الرفض الفلسطيني الذي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقبل أن يعلن ترامب عن الصفقة التي أعلنها بحضور نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، لأن الرئيس الفلسطيني يدرك تماما أن هذه الصفقة التي أعلن عنها ترامب وتبناها وهو لم يقرأها هي لم تكن إلا ورقة وخطة لنتنياهو ومجلس المستوطنات تقدمت إلى القيادة الفلسطينية في العام 2012 بحرفيتها بخرائطها كاملة متكاملة، أي أن ترامب لم وفريقه لم يزيدوا أي كلمة عما قام به نتنياهو وفريقه ومجلس المستوطنات، هي لم تكن جديدة بل ترامب تبناها منطلقا من منطق القوة والهيمنة على المستوى العالمي والدولي. طيب لماذا تم تفعيلها الآن ولماذا تم نشرها بشكل أوسع الآن إذا هي كانت من 2012 يعني؟ أولا كإعلامي وكعضو في المجلس الوطني والمركز الفلسطيني نرى أن ترامب أراد من هذا الإعلان أولا لإطلاق حملته الانتخابية وهو الذي يواجه المحاكمة للعزل، وأيضا في ذات اليوم الذي كان نتنياهو قد تقدم به إلى الكنيسة حيث كانت ستقرر سترفع الحصانة أو تمنح الحصانة في ملفات الفساد وسحب هذه الملفات في اليوم ذاته، ولكن نتنياهو يريد أن يكون لديه ما يخوض به الانتخابات المقبلة، خاصة أنه فشل في الانتخابات السابقة لمرتين والمتوقع أن يفشل أيضا في الانتخابات المقبلة. طيب ولكن كيف سيخوض الانتخابات؟ أنه ليس أكثر من مهرجان انتخابي بين ترامب ونتنياهو ولن يغير على أرض الواقع شيئا، لأن الإسرائيليين لا يدركون أمرا إلا ويقومون به. طيب مهرجان انتخابي كما سميته، ولكن اليوم ردود الفعل الرافضة لهذا أو لهذه الخطة وصلت إلى غاية الأمم المتحدة، يعني اليوم في عقر دار الرئيس الأمريكي رافضين لهذه الخطة، هل من الممكن أن يغامر دونالد ترامب بخطة كهذه للغوص فيها في الانتخابات القادمة؟ ترامب يخاطر بكل ما يمكن أن يؤمن له ولشريكه نتنياهو الانتخابات المقبلة، هو بحاجة إلى أصوات الإنجليين في الولايات المتحدة الذين يؤيدون الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هو بحاجة إلى نتنياهو. نتنياهو بحاجة إلى أصوات دعم أمريكي لخوض الانتخابات بعدما فشل بها لمرتين. الموقف العربي والموقف الدولي والإسلامي على الرغم مما أعلن إلا أنه أكد على نقطة رئيسية وهي أن يستند القرار إلى موافقة الطرفين. الأب للصبي هو الفلسطيني الذي يرفض جملة وتفصيلا المشاركة في مثل مؤامرة تدميرية، وبالمناسبة هذه ليست المؤامرة الأولى لتصفية القضية الفلسطينية، بل هناك 88 مشروعا لتصفية القضية منذ العام. إذن هي خطة مجددة وهي مغامرة لخوض الانتخابات القادمة لدونالد ترامب، وهي أيضا خطة من ضمن الخطط الاستعمارية التي تحاك بين ترامب وأيضا نتنياهو. ولكن الموقف الفلسطيني هو الهام في هذه المنطقة. نعم، وهو الرافض لهذه الخطة. سيد زعيتر، فقط لضيق وقت النشرة نعتذر منك، وفقط لضيق وقت النشرة من بيروت كنت معنا الإعلامي والصحفي هيثم الزعيتر، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا.
في حين تستمر الدعوات لتظاهرات حاشدة في بغداد والمحافظات الجنوبية تنديدا بقتل المتظاهرين السلميين، سارعت السلطات العراقية إلى نفي بيان كانت قد أصدرته بشأن استئنافها العمليات مع التحالف ضد داعش. أطلق ناشطون عراقيون اليوم دعوات لتظاهرة كبيرة في ساحة التحرير في العاصمة بغداد وساحات الاعتصام في المحافظات الجنوبية تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين، تحركات من شأنها أن تضغط أيضا على الطبقة السياسية من أجل تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة. ففي مدينة الناصرية في ذي قار طالب المحتجون برحيل قائد شرطة المحافظة واصفين إياه بالقاتل، ووسط الناصرية علق المعتصمون لافتات تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحمايتهم ولتحقيق مطالبهم. في غضون ذلك نشرت وكالة أنباء العراقية خبرا يفيد باستئناف العمليات مع التحالف الدولي ضد داعش، ثم عادت لتنفيه على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة عبد الكريم خلف. وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد أعلن في بيان: نظرا لاستمرار نشاط عصابات داعش في مناطق عديدة من العراق، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا وفق ما جاء في النص الذي تم نفيه فيما بعد. يذكر أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة كان علق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد داعش بسبب التزامه بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، وذلك عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في 3 من الشهر الجاري قرب مطار بغداد. نبقى في العراق، حيث ندد المرجع الشيعي علي السيستاني باستخدام القوة ضد المتظاهرين، وأعلن في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء عن رفضه القاطع لمحاولات فض الاعتصامات، مشددا على أن البرلمان المنبثق عن انتخابات مبكرة هو المعني بالإصلاح. المرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى إدانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة. بعد مرور 100 يوم على انتخابه، وفى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بالتزام قطعه في خلال مناظرة تلفزيونية جمعته بالمرشح نبيل القروي أثناء الانتخابات الرئاسية. وحضر أمس الخميس في حوار على القناة الرسمية تناول فيه الأمن القومي والعلاقات الخارجية وعلى رأسهم الملف الليبي. إيفاء بالتزامه الحضور في مناظرة تقييمية بعد 100 يوم من انتخابه رئيسا للبلاد، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس حوارا مباشرا على القناة الرسمية. الحوار الذي تمحور حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأهم القضايا والمشاكل التي تهم المواطن والمجتمع، جدد فيها الرئيس ثبات التونسيين على مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية، واصفا صفقة القرن بمظلمة القرن، داعيا إلى قانون الخيانة العظمى يجرم كلا من يتعامل مع إسرائيل. الأزمة الليبية ليست محل مزايدات وفق تأكيدات الرئيس الذي شدد في حواره حرصه على سيادة الوطن وعلى استقلاله وحرية قرار الدولة. هذا كما أكد سعيد في إطار حديثه عن مشاورات تشكيل الحكومة أنه ليس في صدام مع أي طرف، مشددا على ضرورة الانسجام بين الجميع من أجل سيادة واستمرارية الدولة وعلوية القانون. مسألة الأمن القومي وتجديد حالة الطوارئ ودور المؤسستين الأمنية والعسكرية وضرورة محاسبة الفاسدين واسترجاع حق شهداء الثورة وجرحاها وكشف ملفات الاغتيالات السياسية وتحييد القضاء عدت رسائل مطمئنة من رئيس الدولة في حواره مساء أمس. في المقابل، عاب متابعون الزواجية خطاب الرئيس الذي خاطب فيه الشباب فيما تعييناته في قصر قرطاج سيطر عليها كبار السن، إضافة إلى أن الأداء التواصلي لرئاسة الجمهورية ضعيف ووعوده تبقى صعبة التحقيق في ظل واقع ينبئ بخلاف ذلك.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا إذ لم يحل الوضع في المنطقة فورا، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها التعامل مع تدفق جديد للاجئين، مضيفا أيضا أن بلاده تريد إرساء الاستقرار في سوريا ولن تبقى في موقع المتفرج حيال الوضع في إدلب. هذا وكان أعلن في وقت سابق أن صبر تركيا إزاء الهجمات على إدلب بدأ ينفد، متهما روسيا بخرق الاتفاقات التي تهدف إلى تهدئة الصراع في المنطقة. دعا مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمد بالإجماع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي تهدد العملية السياسية في اليمن، وشدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن بموجب الالتزامات التي تم التعهد بها في السويد في ديسمبر من العام 2018. وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من التصاعد الكبير للعنف في اليمن، كما طالب البيان بإنهاء كل عمليات الترهيب ضد العاملين في المجال الإنساني وبضمان الوصول بلا عوائق إلى شمال اليمن بشكل خاص. اليوم هو يوم الخروج، تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، وبهذا يكون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حقق الوعد الذي قطعه بإنجاز خروج بلاده من التكتل الأوروبي في هذا التاريخ. تغادر المملكة المتحدة الليلة المنظومة الأوروبية رسمياً بانسحاب منظم تتبعه مرحلة انتقالية حتى نهاية ديسمبر. هكذا ستصبح بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد حوالي 5 عقود، وسيحقق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوعد الذي كان قطعه على نفسه في حملة الدعاية الانتخابية، وهو إنجاز خروج بلاده من التكتل الأوروبي. توقيع ممثلي الدول الأوروبية على اتفاق الخروج هذا هو اللمسة الأخيرة غدا مصادقة البرلمان الأوروبي، حيث شارك النواب البريطانيون في آخر جلسة لهم في البرلمان وقد غلبت على بعضهم مشاعر التأثر. ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات بين لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين، وأمامهما مهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاقات في مجالات الأمن والطاقة والمواصلات والتجارة وغيرها. يذكر أن رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي كانت قد أبرمت اتفاقا مع بروكسل ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مجلس العموم رفضه 3 مرات مما دفعها إلى الاستقالة. أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا في حين يستمر عدد ضحايا بالارتفاع مع تسجيل 2000 إصابة جديدة. حصل ما كان متوقعا، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم بشكل متسارع. مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم أعلن القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ فيها وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشياً للفيروس لم يسبق له مثيل، قوبل برد غير مسبوق، وإن القلق الأكبر هو احتمال انتقال كورونا إلى البلدان التي تعاني من ضعف في نظامها الصحي. وفي إعلان حالة الطوارئ هذا توصيات إلى السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء. في هذه الأثناء لا يزال الفيروس الذي يضرب الجهاز التنفسي بشكل قاتل يحصد الأرواح، وقد ذهب ضحيته أكثر من 200 شخص حتى الآن. أما الإصابات فتكاد تطال المليون شخص. منعت سفينة سياحية على متنها قرابة 7000 شخص من مغادرة ميناء إيطالي بعدما أصيب أحد ركابها بأعراض أثارت مخاوف بشأن إصابة محتملة بفيروس كورونا. التفاصيل في هذا التقرير. بعد أيام من الحجز فك حصار حوالي 7000 راكب على متن سفينة سياحية للرحلات البحرية كانوا عالقين منذ صباح الخميس قبالة شاطئ تشيفيتا فيكيا قرب روما بعد الاشتباه بوجود 2 إصابة من فيروس كورونا المستجد بين الركاب. وسيجري تحليل العينات في مستشفى في روما مخصص للأمراض المعدية ويفترض صدور النتائج قريباً. وأبلغ الطبيب الذي يعمل على متن السفينة سلطات الموانئ الإيطالية بظهور عوارض على امرأة صينية موجودة على السفينة مع زوجها كانت تعاني ارتفاعا بالحرارة.
ووضعت المرأة البالغة 54 عاما في العزل في الوحدة الصحية في السفينة مع زوجها بحسب الشركة. إلى ذلك أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ بهدف تسريع جهود منع انتشار فيروس كورونا الجديد بعد تأكيد إصابتين في روما. وأكدت إيطاليا تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين بعدما أظهرت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين كانا يقضيان عطلة في البلاد بالفيروس. مشاهدينا نتابع النشرة بعد فاصل قصير، وفيها معرض درنا بين الماضي والحاضر. أهلا بكم من جديد. مشغولات يدوية حديثة ومقتنيات تراثية قديمة التقت في درنا، حيث عرض فنانون أعمالهم من رسم وتطريز على مدى 3 أيام. مشغولات يدوية ومقتنيات أثرية ولوحات ومنسوجات وغيرها تعرض هنا داخل مدرسة الزهراء بدرنا في معرض يقام كل عام. هذه هي الدورة الثالثة للمعرض الذي مزج بين الماضي والحاضر. هو كان مزج ما بين القديم والحديث، ما بين التراث والأعمال اليدوية الحديثة. نشاهد أن المعرض هذا كان وراه دعم من بعض الجهات المشكورة مثل صندوق الضمان الاجتماعي، شركة الأشغال العامة، السيد حسن مساعد الحصني. منذ 20 عاما يقوم حسن بجمع المقتنيات الأثرية وشرائها من مدن ليبية مختلفة ليحاول تعريف الجيل الجديد بماضيهم التليد. الجيل اللي توه ما يعرفش إلا التكنولوجيا، ما يعرفش إلا الآيباد والنت، لازم يعرف البابور والرحاة والشكوى والقربة والعكة، أيوة، والميزان القديم والراديو القديم، ويعرف الهدمة والبيت. داخل هذا البيت الشعبي الذي شعرت بداخله بدفء الماضي ورائحة التاريخ، يقدمون الشاي ووجبات شعبية مختلفة. ركن المشغولات اليدوية عامر بلباس الموسم الشتوي الذي تصنعه سالمة بنفسها. ربما يرى البعض أن حياة الأجداد كانت صعبة، غير أنها بلا شك جزء من الموروث الثقافي والتاريخي لهذا البلد الذي لا بد لنا من إعادة قراءته من جديد. إبراهيم غضبان، WTV، درنا. إلى الصفحة الاقتصادية وكارلا. أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. دعت المؤسسة الوطنية للنفط الجهات المسؤولة عن الإقفالات غير القانونية لمنشآتها إلى إنهائها والسماح لها باستئناف عملياتها فورا، محذرة من مزيد من الخسائر جراء الهبوط الحاد لإنتاج الخام. وقالت المؤسسة إن إجمالي قيمة الخسائر منذ بداية هذه الإقفالات غير القانونية وصل إلى 622,080,032 دولارا، كما وأوضحت أن الوقود لا يزال متوافر بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، فيما تعاني المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية. التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله مع الائتلاف الياباني المكلف بدراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرط حقل البيضة والهرم بالعاصمة البريطانية لندن بموجب مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2009. وقام الائتلاف بعرض تفصيلي لنتائج الدراسة وخطة التطوير المثلى واستراتيجية التطوير لحقول البيضة وحقل الهرم وخطط رفع معدلات الانتاج لتصل إلى حوالي 80,000 برميل في اليوم. أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير ضمن خطة تحديث للتأقلم مع الاستخدامات الجديدة للجمهور قبل مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة سياسيا حول تمويل BBC التي ترغب في إلغاء الازدواجية بين مختلف قنواتها والاستثمار أكثر في الرمي مع نسخة جديدة من تطبيقها BBC نيوز. استطاع أغنى رجل في العالم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس أن يكسب مليارات الدولارات في غضون 15 دقيقة، وارتفعت قيمة أسهم شركة أمازون بنسبة 12% ليصل سعرها إلى 2,100 دولار. وبهذا الإنجاز أضاف جيف بيزوس حوالي 13 مليار دولار إلى ثروته خلال 15 دقيقة ليصل صافي ثروته إلى حوالي 129 مليار دولار.
النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، وهذه هي أسعار المعادن الأخرى. تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، وماذا في البورصات العالمية؟ مشاهدينا، هذا كان كل شيء في الصفحة الاقتصادية. ومن الاقتصاد ننتقل إلى الصفحة الرياضية. عالم الرياضة، أهلا بكم. وافق الاتحاد الليبي لكرة القدم على المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين الشان التي ستقام في الكاميرون عام 2020. وقد بعث الاتحاد الليبي لكرة القدم بخطاب إلى الكاف أبدى فيه موافقته على تواجد ليبيا في هذه النسخة. يشار إلى أن اجتماعا عقد بين رئيس الاتحاد المكلف عبد الحكيم الشلماني والطاقم الفني تدارسا فيه آلية المشاركة والإعداد لما ينتظر منتخبنا من استحقاقات قادمة أهمها تصفية المونديال والكان. يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب معسكره في مدينة سوسة التونسية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية منتصف فبراير المقبل. وخاض منتخبنا لقاءين وديين مع فريقي حمام سوسة والقلعة للوقوف على إمكانيات اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة. يشار إلى أن القرعة وقعت منتخبنا في المجموعة الرابعة مع منتخبات الإمارات والسودان وجزر القمر. عبر لاعبو النصر عن تحديهم للظروف والعراقيل في مشوارهم بكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الوصول إلى الدور ربع النهائي في إنجاز تاريخي رغم التوقف الذي تعيشه كرة القدم الليبية. ورغم الظروف اللي نمر بها الآن النادي، لكن الحمد لله رب العالمين. ونحب نوضح للناس أن حتى اللاعب خارج الأرض هذا لها يعني لها حتى شيء يعني عاجز على الرياضي وعلى اللاعب الليبي بصفة عامة. ويعني ذهاب وياب وتلعب خارج الأرض صعب، لكن الحمد لله رب العالمين وقدمنا شيء يعني يذكر ويشكر إن شاء الله من جميع اللاعبين. رغم كل الظروف، رغم أنه فيش دوري، ما فيش دعم مادي معنوي، ما فيش اللعب خارج أرضنا، يعني كانت الظروف كلها صعبة علينا، لكن الحمد لله رب العالمين بقيادة المدرب الشاب أستاذ محمد الكرني حقيقة كان معنا رجل، والحمد لله رب العالمين المجموعة كلها كانت مع رجال، يعني كان قريب من الرياضيين وعدنا نفسيا أن نقدر نديروا شيء في أفريقيا. من جانب آخر، المنتدب حديثا لنادي النصر اللاعب السعدي العلام عبر في تصريح خاص للدبليو تي في عن سعادته بهذه الخطوة طامحا لتقديم الإضافة مع زملائه. والله هي تجربة مهمة واحتكاك بلاعبين دوليين وحنستفيد منهم كثيرا على الصعيد الشخصي، ونأمل أن يكون عند حسن ظن جمهور النصر وعند ثقة الكابتن محمد الككلي، ونطمع
نطلب من الله التوفيق في البطولة الأفريقية هذه، ونتمنى أن نظهر بمظهر يليق بنادي النصر. والله في البداية نطمح أني نقدم الأداء المرجو مني والمأمول أني نقدمه مع نادي النصر من قبل جماهير نادي النصر، ونتمنى أن الله يوفقني في البطولة هذه. والطموح أكبر من هيك، يعني الطموح أني نمثل منتخب ليبيا، وإن شاء الله مع الله صعيب أنا قادر أني نمثل منتخب الوطني. يضرب منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالة موعدا هاما مع منتخب غينيا الاستوائية بعد غد السبت أو غدا السبت في مواجهة حاسمة لخطف بطاقة الترشح إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا داخل الصالة المقامة بالمغرب. وحصد المنتخب الليبي 3 نقاط بعد انسحاب موروشيوس، ويحتاج منتخبنا بالفوز أو للفوز بأية نتيجة أمام نظيره الغيني ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. يشار إلى أن رفاق الحومة فقدوا لقاء الافتتاح أمام المغرب بثلاثية نظيفة. اختتمت بمدينة بنغازي تصفية المنطقة الشرقية للرماية المؤهلة لنهائيات كأس الاتحاد الليبي، وسط مشاركة قرابة 27 راميا مثلوا 9 أندية. وجاءت النتيجة بتأهل فرج بلداني أولا، وعلي مكرونة ثانيا، وأسامة مفتاح ثالثا، وحبيب أحمد رابعا، ورحومة محمد خامسا، وأكرم الدالي سادسا، ليكونوا من بين 12 راميا يشاركون في بطولة كأس الاتحاد التي لم يحدد موعدها بعد. تشارك ليبيا في البطولة المغاربية المدرسية للعدو الريفية 39 التي ستقام غدا السبت بمدينة ساقية سيدي يوسف التونسية. وأوضح الأمين العام للاتحاد الرياضي للطلاب طارق حشاد في تصريح إلى بوابة الوسط أن ليبيا ستشارك ب11 متسابقا في فئة مواليد 2005 و2006. ففي فئة مواليد 2005 أو 6 هم مالك الشماخي ومحمد البدوي ورواد داغو ومصطفى الطرشاني، وفي فئة مواليد 2003 و2004 سيشارك كل من المتسابقين سند بن سعيد وأحمد حامد ومحمد قرضاب ومهند الفحاج وعبد المهيمن. أخيرا أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأجيل بطولة العالم داخل الصالة التي كانت مقررة شهر مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال الاتحاد في بيان له أنه اتفق مع منظمي بطولة العالم على قرار التأجيل إلى شهر مارس من عام 2021. وأضاف الاتحاد في بيانه أن القرار جاء بعد نصيحة الفريق الطبي بالاتحاد الذي كان على اتصال مع منظمة الصحة العالمية بعد انتشار فيروس كورونا، وأنه لا يمكن المضي في تنظيم أي بطولة. نهاية عالم الرياضة، إلى اللقاء. مشاهدينا إلى صفحة الكاريكاتور. في الختام نذكركم بموقعنا الإلكتروني وسط دوت تي في. في أمان الله. إلى اللقاء.